السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات أولى ثانوي، معكم ميسو محمد شعبان وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل هتلاقي قائمة اسمها أولى ثانوي 2023، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعض من أول فيديو حتى الآن. الحمد لله شباب وصلنا إلى الفيديو النهارده بخصوص هيكون عن حل امتحانات على الدرس الثاني من الوحده الاولى. قبل ما نخش على الحل يا شباب هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وما تنسوش يا شباب لو انتم بتعجبكم فيديوهاتي حطوا لايك للفيديو وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ويلا بينا نخش على اول امتحان يا شباب. الامتحان الاولاني بيقول سالوه امير، مرحبا يا امير. جمع بالشادي مصطفى، انا اسمي شادي مصطفى. جي سي زو، انا عندي 16 سنه. جابيت ا الكسندري، انا اسكن في الاسكندريه. مامير سابيل رشا، امي اسمها رشا. الي بروفيسور اوليسي، هي تكون مدرسه في المدرسه الثانويه. جي ان كوبا دو كاراتيه، انا عندي صديق في لعبه الكاراتيه. السابيل عمر، هو اسمه عمر. اي جي ان فوازا دو كارتيه، السابيل مازن، وعندي جار في الحي اسمه مازن. مون كوبا دي كلاس سابيل يوسف، صديقي في الفصل اسمه يوسف. اول سؤال يا شباب بيقول شادي انواتو، شادي عنده كام سنه؟ عنده 16 سنه، يبقى سيز لوبير دي شادي سابيل مصطفى، ابو شادي اسمه مصطفى. شادي ابيت نوات، شادي يسكن فين يا شباب؟ شادي بيسكن في الاسكندريه. شادي ان كوبا نوات السابيل يوسف، عنده صديق في الفصل اسمه يوسف، يبقى دو ليسي، طبعا صديق في المدرسة هو صديق في الفصل. طيب الوثيقة اللي بعد كده يا شباب عبارة عن ايميل مبعوث من فريدريك الى انطوان، الموضوع بريزنتاسيو اللي هو التقديم. بيقول يا شباب بونجور، صباح الخير، جمع بالفريدريك، انا اسمي فريدريك. جي سي زو، انا عندي 16 سنة. جيم لوفير، انا بحب اللون الاخضر. جي دو فرير، انا عندي 2 اخوات. السابيل فانسون اي مارك، هم اسمهم فانسو ومارك. فانسو افانتو، فانسو ده عنده 20 سنة. مارك اكانزو، مارك عنده 15 سنة. الزيم بلو، هو هم بيحبوا الازرق. جي ان كوبا دو كلاس، انا عندي صديق في الفصل. السابيل جون، هو اسمه جون. الا دي سيتو، هو عنده 17 سنة. اليم نونوار، هو بيحب اللون الاسود والاحمر. صديقكم مو ايه، هذه الوثيقة تكون طبعا قلنا ايميل. جون ا نوت او، جون عنده كم سنه يا شباب؟ عنده 17 سنه. لو كامارد فريدريك سابيل، يعني صديق فريدريك اسمه ايه يا شباب؟ اسمه جون. فريدريك ام لاكولير، فريدريك بيحب اللون الاخضر، لو لاكولير فيرت. بعد كده يا شباب المواقف، اول موقف بيقول تو بريزونت تون فوازا، انت بتقدم جارك. كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول سي رامي وفواسي رامي ان فوازا دي كارتيه، هو رامي جار في الحي. رقم 10 تامير تو بريزونت، والدتك تقدم لك ساكوبين، صديقتها. كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ والدتك بتقدم لك صاحبتها، هتقول لك انت هتقول لها ايه؟ هتقول لها بيان فيني مدام، مرحبا يا مدام، وهتقول لها اون شانتي، يعني تشرفنا بمعرفتك. دو فير فوتر كونيسونس. رقم 11 تون امي تو دومون، صديقك بيسالك لو نوم دي تون بروفيسير، عن اسم مدرسك. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ سون نوم اي بول، اسمه نو اسمه بول، والسابيل مسيو جلال، وهو اسمه الاستاذ جلال. انا ميتو دوموند تون ادريس، صديق بيسالك عن عنوانك. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ جابيت سانك ري دو لاغار، انا اسكن 5 شارع المحطه، وهتقول جابيت الكسندري، انا اسكن في الاسكندريه. القواعد يا شباب، اول سؤال في القواعد بيقول سون دي زيليف دو لوسي، يكونوا تلاميذ في المدرسه. سون خدنا في اساليب التقديم اللي هو سو سون تستخدم للتقديم. تو ان نقط، طبعا ان دي مؤنث فعايزين ناخد حاجه بعدها مؤنث، سيبيغ كوبين. ال سابيل جون، سابيل فيرب سابيلي مع ال بيبقى سابيل اس ابوستروف.
سي نوت، قال له سي زوي. من دي، قال له ده دي زوي. يبقى سي كي، من هذه؟ 17 توتابيلي لي، هتقول له ايه؟ توا توتابيلي لي، انت اسمك ليلي. جو تو نواد مارتا، طبعا قلنا ما يكون في ضميرين ورا بعض يا شباب، الجو ده ضمير والتو ده ضمير مخاطب بمعنى لك، يعني ما يقول انا اقدم لك. جو تو بريزونت، التو ديت غير التي غير دي، ديت حاجه ودي حاجه، ديت تو معناها انت، ضمير مخاطب ضمير فاعل يا ربي، تو ديت اللي انا واقف عليها، ديت بمعنى انت ضمير فاعل، بتبقى هي فاعل الجمله. انما التو اللي هي تي اي ديت دي ضمير مخاطب، يعني ايه؟ انا ما اقول ايه، انا اقدم لك، يبقى من هنا الفاعل انا بقدم لمين؟ لك. ده ضمير مفعول مخاطب، جو تو بريزونت، ضمير مفعول مخاطب، جو تو بريزونت، انا اقدم لك. طيب يبقى انا ده ضمير وده ضمير. طب هصرف الفيرب مع مين؟ هصرفه مع الضمير الاولاني اللي هو جو ده. الجو ده فيرب بريزونتي معاه بيبقى اخره او. فو ابيتي، انت بتسكن اليون. بعد كده يا شباب سؤال المقالي، واول سؤال في المقالي يا شباب هو سؤال الايميل. بونجور، صباح الخير. كومو سافا، كيف حالك. كومو سابيلتون كوبا دو كلاس، ما اسم صديقك في الفصل. كيلاج الى، ما عمره. هقول سافا بيان ميرسي، كويس شكرا. اسم صديقك في الفصل، اقول ال سابيل علي. الى كانزو، هو عنده 15 سنه. بريزونت تون امي فرنسي، قدم صديقك الفرنسي من ناحيه الاسم والعمر والادرس العنوان. تمام، وهنزل لكم اجابته دلوقتي، وبرضه احنا عملناه كتير قبل كده. الامتحان التاني يا شباب، سالو جون، مرحبا يا جون. موا انا سي سمير، اني سمير. جي سيزو، انا عندي 16 سنه. جي دو زامي، انا عندي اتنين اصدقاء، حامد اي احمد. حامد واحمد، حامد اي ان فوازا دو كارتي. حامد جار في الحي اللي ملو تنس، هو بيحب التنس والمسرح، تياتر، تياتر اللي هو المسرح. احمد ايتان كامارات دوغلاس، احمد صديق في الفصل. الادار لو فوتبول، هو بيعشق كرة القدم. لا موزيك، والموسيقى. اي لو سينما كوموا، والسينما مثلي. اول سؤال بيقول سمير اي منوت، سمير بيحب ايه يا شباب؟ سمير بيحب السينما والموسيقى وكرة القدم مثل صاحبه، يبقى كرة القدم. سمير اه نوت، هو عنده 16 سنة. لو فوزا دي كارتير سابيل، يعني جاره في الحي اسمه ايه يا شباب؟ حامد. احمد ايه نوع دي سمير؟ احمد بالنسبة لي سمير ده يبقى له ايه؟ يبقى له كاميرات دوكلاس، ان كاميرات دوكلاس، صديقه في الفصل. بعد كده يا شباب سؤال الوثيقة الثاني. بونجور علي، صباح الخير يا علي. جوما بيل نادر، جي سيزون، جي كانزون. انا اسمي نادر، عندي 15 سنة. جي سويزي ليف او ليسي ناصر، انا اكون تلميذ في مدرسة ناصر. جابيت ا الكسندري، انا اسكن في الاسكندريه. جي تروا كوبا دو كلاس، انا عندي 3 اصدقاء في الفصل، ايمن وعمر وسيف. جي ان كوبا دو باسكت، انا عندي صديق في الباسكت، سي عادل، انه عادل. جيمي كوبا، انا بحب اصدقائي. ابليس، الى اللقاء. نادر ا نواتو، نادر عنده 15 سنه، كانزو. نادر ا ان كوبا نوات، نادر عنده صديق فين يا شباب؟ عنده صديق في الفصل وصديق في الباسكت. عادل ايه لوكو بقى نقط، عادل يكون هو صديقه، صديق بتاع مين؟ صديق نادر، صديق نادر. نادر ايه سيف صون، نادر وسيف يكونوا ايه؟ يكونوا اخوات ولا اصدقاء في المدرسة ولا جيران ولا أصدقاء مراسلة، أصدقاء في المدرسة. المواقف تون كامراد تو ديمون، صديقك يسألك تون آج، عمرك. كسكيل دي، ماذا هو يقول؟ واحد بيسألك عن عمرك هيقول لك إيه؟ هيقول لك جي سيزون إي توا، أنا عندي 16 سنة وأنت، وهيقول لك كمان تو أكيلاج، أنت عندك كم سنة. رقم 10 يا شباب، تو دوموند ان كوبا دي دونت في ان بيرسون، انت بتسال صديقك ان هو يحدد هويه شخص ما. كيسكوت دي، ماذا انت تقول؟ انت اللي بتسال وانت اللي هتقول، يبقى انت هتقول سؤال وهتسال عن تحديد هويه شخص، يبقى تقول له كي يس، وهتقول له سي كي. سي كي بتسال عن من هذا، وكي يس من هذا، عايزين نحدد هويه شخص، يعني انا بسال هو مين ده، بالبلد بتاعنا كده بنقول ايه مين ده، هي دي الاثنين دول معناهم مين ده.
تو بنزونت تون كوبادو تنس اتون فوزا. انت تقدم جارك في التنس الى، انت بتقدم صديقك في التنس الى جارك، ماذا انت تقول؟ هتقول سي اليكس، انه اليكس ان كوبادو تنس صديق في التنس، وهتقول السابيل سالم، هو اسمه سالم. تو دوموند ان كامارات سنوم، انت بتطلب من صديقك عن اسمه. كيسكتو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ كاليتو النوم، ما اسمك؟ وتو تابيلكومو، ما اسمك؟ سؤال القواعد يا شباب، اول سؤال بيقول نوت اليفو، اليفو يعني خدناها بتسأل عن الصحة للشخص اللي هو الأكبر منك أو لمدرسك، بنقول له كومون تاليفو، كومون تاليفو يعني كيف حالك. لا في يعني البنت، عايزين تقول مسمى ساندرا، فيرب صابيل ايه مع لا في، لا في ديت يبقى نصرف الفيرب زي ال بالظبط، ال المؤنث تمام، يبقى ال صابيل اس ابوستروف. ليزيليف، ليزيليف اسم جمع بيساوي الضمير ال افيك اس، ده يا شباب تمام، بيبقى صرف الفيرب مع ال افيك اس هيبقى اخره او ان تي. ابيتون اخر الفيرب اخره او ان اس، يبقى على طول بنتصرف مع النو. بيير ان كوبا دو باسكت، ده اسم حد يا شباب على طول من قبل، من غير ما يكون قبله اي حاجه، يبقى فواسي، فواسي بيير، ها هو بيير صديق في الباسكت. مع الفو فيرب افوار، مع الفو هيبقى فوزافي، فوزافي دي كاييه، انتوا معاكو كراريس. رقم 19 جيم نوات روز، انا احب الوردي. طبعا هنا الالوان يا شباب كلها مذكره، انا احب اللون كذا او الوردي على طول يبقى لو. بعد كده يا شباب سؤال الايميل بيقول سلو مرحبا كومو سابيل تون سيبيه كوبا الاكي لاج الابيت او، اسم صديقك في المراسله، عنده كام سنه وبيسكن فين؟ ابليس الى اللقاء. هقول السابيل علي، هو اسمه علي، الا كانزو، عنده 15 سنه، الابيت اباريس، هو بيسكن في باريس. بعد كده سؤال الموضوع بيقول لك بريزونت تون فوازا دي كارتي، قدم جارك في الحي تمام، وزي هو اللي فات برضو بنقدم اي حد، زي اللي فات برضو اللي احنا عملناه من شويه. الامتحان اللي بعد كده يا شباب، اول حاجه في الوثيقه مونيكا وروبرت ومارتين بيتكلموا، وماتيلد كمان، عند اربع شخصيات بيعملوا حوار. مونيكا بتقول سالو روبرت تو فا بيان، انت كويس؟ وي سا فا بيان ميرسي، انا كويس شكرا. كيس، من هذه؟ قالت له سي مارتين ان كوبين دو باسكت، سالو مارتين، مرحبا يا مارتين، تو اسامبا، انت لطيفه، ميرسي روبرت، اي لا في كيس، والبنت دي مين؟ قالت له سا ما سير ماتيلد، انها اختي ماتيلد، سالو ماتيلد، مرحبا يا ماتيلد، سالو مارتين، مرحبا يا مارتين. اول سؤال يا شباب، مارتين ايه لا كوبين نوع دومينيكا، مارتين دي تكون صديقه ايه بالنسبه لمونيكا تمام، إيه صديقتها للباسكت، يبقى باسكت. ماتيلد ايه نوع روبرت، ماتيلد تكون ايه بالنسبه لروبرت اخته، يبقى لا سير. مونيكا نوع روبرت، مونيتا بتحييه، يبقى سالون. صح وغلط او فري او فو، سي بيرسون سون تيغوا في ان كارسون، يعني هذه الاشخاص تكون ثلاث بنات ولد، تعال نشوف، روبرت ولد، ماتيلد بنت، مارتين بنت، مونيكا بنت، يبقى فري. مارتين ايه لا سير دي روبرت، مارتين تكون اخت روبرت، فو ده مونيكا هي اللي اخته. روبرت فامال، روبرت يشعر بحاله سيئه، فو قال انا كويس. طيب السؤال بعد كده يا شباب، المواقف بيقول ايه، تسألو عن اميلو متى تودي، انت بتحيي صديقك صباحا، انت هتقول بونجو. تو برون كونجي دان امي تودي، انت بتستأذن للانصراف من صديق، انت هتقول ابليس الى اللقاء. تو دوموند ان فوازا سوناج، انت بتطلب من جارك عن عمره، تودي انت هتقول له ايه، كيلاج اتو، ما عمرك. تون فوازا تو بريزونت، يعني جارك بيقدم بيقدم لك سون كوبا صديقه، جارك تون فوازا يعني جارك، بريزونت يعني يقدم، ويجي قبلها التو ديت تحط كاف على معنى الفعل، يعني التو دي معناها كاف، هنا بريزونت يقدم، حط كاف يبقى يقدم لك، تون فوازا تو بريزونت، جارك يقدم لك سون كوبا صديقه. ال دي هو هيقول، هيقول فواسي مون كوبا اليكس، ها هو صديقي اليكس. القاعدة يا شباب، سي نوت فوازين دو كارتي، كلمة فوازين مؤنث تاخد ان، وين اس هتبقى كي اس، من هذا،
كاميل ايه ان نوع دو تينيس. كاميل دي اسم بنت، يبقى عايزين ناخد هنا ان مؤنث يبقى كوبين. سون ايما ايليو، سي سون ايما ايرو، يعني هؤلاء يكونوا ايما وليو. ال سابيل كومو، ال سابيل هنا ال افيك اس يبقى الفعل اخره او ان تي. جيم لو روج ايه نقط، انا بحب الاحمر، وانت يبقى ايه توا. بعد كده يا شباب سؤال الريمي، يعني ريمي يعني رتب هذه الجمل، هذه الكلمات عشان تعمل جمل. هنقول ايه؟ هنقول فواسي علي ان كوبا دو كلاس، ها هو علي صديق في الفصل. والجملة التانية هنقول ال سابيل رانيا ايه آية، هم اسمهم رانيا وآية. وبعد كده الموضوع بيقول لك قدم 3 من أصدقائك وقدم صديقك الجديد في 3 جمل زي اللي احنا عملناه من شوية في الامتحان الأولاني. بكده يا شباب نكون خلصنا حل 3 امتحانات على الدرس التاني من الوحدة الأولى. أتمنى يا شباب إن أنتم تكونوا استفدتم، لو استفدتم لا تبخل أن تضع لايك للفيديو وتشير لكل أصحابك عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وانتظرونا إن شاء الله الفيديو القادم هيكون عن كلمات الدرس الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.